السلام عليكم، ازيكم سنة تالتة؟ عاملين النهاردة؟ طبعا كنا شرحنا امبارح درس نشيد نيل وبلادي، والنهاردة هنحل التدريبات اللي عليه اللي كنا واخدينها المفروض امبارح واجب، المفروض نكون حليناها والنهاردة هنحلها مع بعض عشان اللي عنده حاجة يصححها. أول سؤال عندنا بيقول لنا استمع إلى النص ثم صف الصورة. طبعا عندنا صورة سنة تالتة احنا شايفينها قدامنا، بيقول لنا صف اللي فيها، عايزين على الأقل جملة ولا جملتين نصف اللي فيها. طبعا قدامنا الماء، ماء نهر النيل يسير فيه المراكب وعلى ضفافه النخل والزرع، يبقى ماء نهر النيل تسير فيه مراكب وعلى ضفافه الزرع والنخيل. السؤال الثاني سنة ثالثة رقم 2، استمع إلى النص ثم أجب. هات ما يلي معنى أبهاه. أبهاه امبارح كنا شرحنا معناه وقلنا معناه أبهاه يعني أجمله، يبقى أبهاه معناها أجمله، أبهاه يعني أجمل. مضاد الخير، الخير طبعا امبارح قلنا مضاد الخير الشر، الخير مضاده الشر. سؤال باء، أجب من أين يشرب الناس في مصر؟ من أين يشرب الناس في مصر؟ من أين يشرب الناس في مصر؟ هنقول يشرب الناس في مصر من نهر النيل، طبعا من نهر النيل. السؤال اللي بعده جيم، اكمل. ينشر نهر النيل ايه سنة ثالثة؟ ينشر نهر النيل، قلنا نهر النيل بينشر ايه؟ ينشر نهر النيل الخير، يبقى نهر النيل بينشر ايه؟ ينشر الخير، يبقى نهر النيل بينشر ايه سنة ثالثة؟ الخير. اللي بعدها نهر النيل ما نقط وما نقط ما نقط، طبعا هو عايز التعجبات الثلاثة اللي الشاعر قالها اللي قلناها وشرحناها امبارح، يبقى نهر النيل أول حاجة قال ما ايه؟ الماء أبهاه، يبقى نهر النيل ما أبهاه. تاني حاجة ما أحلاه، تاني حاجة قالها ما إيه؟ تاني حاجة قالها ما أحلاه. تالت حاجة تعجب برضو قالوا ما أسخاه، أسخاه ده تالت نقط، يبقى أول نقط ما أبهاه ما أحلاه ما أسخاه. خلاص كده سنة تالت الصفحة دي. نروح مع بعض الصفحة اللي بعدها، السؤال رقم 3 بيقول لنا غني النشيد مع زملائك. طبعا كنا بنعمل ده في الفصل وكنا بنقوله كلنا مع بعض، ويا رب تقولوه تاني مع بعض، واحنا هنقرأه تاني مع بعض، هقرأه لكم تاني مرة. نيل بلادي ما أبهاه، يجري الخير في دلتاه، يسقي الناس ما أحلاه، يروي الزرع ما أسخاه، يعطينا حبا وحياة، هيا نسجد شكرا لله. طبعا حفظوها سنة تالتة وقرروه كذا مرة مع بعض في البيت. سؤال رقم 4 بيقول لنا انظر إلى كل صورة مما يلي وعبر عنها، عايزنا نعبر عن كل صورة زي طبعا ما كنا بنعمل مع بعض في الفصل. أول صورة عندنا شايفين إيه؟ طبعا يا سنة تالتة احنا شايفين فلاحين بيعملوا إيه؟ فلاحين بيرووا أرضهم من ماء إيه؟ من ماء نهر النيل، يبقى الفلاحون يروون أرضهم من ماء نهر النيل، دي أول صورة سنة ثالثة. تاني صورة عندنا طبعا حيوانات بتشرب من ايه؟ من ماء النيل، مش احنا قلنا امبارح
من غير نهر النيل مش هيبقى فيه حياة لا إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا زرع. طبعا الحيوانات بيشربوا من ماء ايه؟ نهر النيل. يبقى الحيوانات ترتوي من مياه نهر النيل. السؤال اللي بعده سنة ثالثة، تحدث إلى زملائك. السؤال رقم 5، تحدث إلى زملائك عما أعجبك في الدرس وما لم يعجبك. طبعا عايزين نقول إيه اللي عجبنا في الدرس وإيه اللي ما عجبناش. يبقى هنقول الذي أعجبني في نشيد نيل بلادي أن الشاعر تحدث عن جمال نهر النيل وعطاؤه وكرمه وأنه هو أساس الحب والحياة. بيقول لنا وما لم يعجبك، هنقول بقى الذي لم يعجبني أنه كان من الضروري بيان سر النيل في حياة الذين يعيشون حول ضفافه أو ضفتيه. يبقى الشاعر ما بيلناش سر النيل في حياة الناس اللي بتعيش حول ضفتيه. عندنا السؤال اللي بعد كده سنة ثالثة، السؤال رقم 6، ماذا تقول في المواقف التالية؟ أول موقف عندنا مريضة صديقة، يبقى هنقول له إيه؟ صديق لنا تعبان مريض، هنقول له إيه؟ هنقول له شفاك الله وعافاك، بندعي له بالشفاء، شفاك الله وعافاك. تاني موقف عندنا نجح صديقك، لو صديق ليا نجح هقول له إيه؟ هقول له ألف مبروك على نجاحك. وممكن كمان نقول له دائما في نجاح، يا رب نتمنى له دائما يكون في نجاح. عاد صديقك من السفر، لو لينا صديق مسافر في الخارج وعاد من السفر هنقول له ايه؟ هنقول له نحمد الله على عودتك سالما. يبقى نحمد الله على عودتك سالما. خلاص كده سنة ثالثة صفحة رقم 45 كده خلاص. الصفحة اللي بعدها نقلب مع بعض. سؤال رقم 7، هات ما يلي معنى أسخاه. معنى كلمة أسخاه، قلنا أسخاه امبارح يعني أكرمه، أسخاه يعني أكرمه، أسخاه يعني أكرمه. جمع الزرع الزروع، جمع الزرع الزروع، يبقى الزرع جمعها الزروع. سؤال رقم 8، ماذا يعطي نهر النيل لأرض مصر؟ نهر النيل بيعطي ايه لأرض مصر؟ يعطي نهر
النيل لأرض مصر الحب والحياة. يبقى الشاعر قال إن نهر النيل بيعطي الأرض مصر الحب والحياة. سؤال رقم ج: كيف نشكر الله على نعمة الماء؟ إزاي نشكر الله على نعمة الماء؟ الشاعر قال يجب علينا أن نسجد شكرا لله على نعمة نهر النيل. آخر سؤال سنة تالتة، السؤال رقم 7 د: ما اسم مؤلف النشيد؟ قلنا طبعا اسم مؤلف النشيد الشاعر كان اسمه ايه؟ اسماعيل عبد العاطي. الشاعر كان اسمه ايه؟ اسماعيل عبد العاطي.